بسم الله الرحمن الرحيم. تقول الإحصائيات بلغ عدد المسلمين أكثر من 1.5 مليار مسلم ينتشرون في جميع دول العالم، وأن الإسلام ينمو بنسبة تصل إلى 2.9% كل سنة، وفي عام 2025 سيصبح الإسلام هو الديانة الأولى في العالم. هذا ما حدثنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، رواه أحمد. أي أن كل منطقة من الأرض يصلها الليل والنهار سوف يبلغها الإسلام، وهذا ما حدث فعلا، فمن الذي أخبر النبي الكريم بذلك؟